فهمت هذا الوضع منذ زمن طويل عندما كنت أذهب إلى مجلس حقوق الإنسان في اجتماعاته الدورية. عندما كنت آتي من فلسطين المحتلة لأجري تحقيقاتي هناك وأتعرض لما أتعرض له طبعا، كنت أذهب بعدها إلى الأمم المتحدة، ومرة كان هناك مؤتمر وطلب إلي أن أتكلم، ولكن أتوا وسألوني عن ماذا ستتكلمين، وعندما قلت لهم عن تهويد القدس لأني كتبت تقريرا حول ذلك، فأوقفوا الجلسة التي كان لكلمتي فيها 5 دقائق. هل الأمم المتحدة الآن شريكة فيما يجري من جرائم أم أنها عاجزة فقط؟ هي عاجزة، أنا لا أستطيع أن أقول أنها شريكة، لأن هذا كثير يعني من التجني عليهم، ولكن هؤلاء موظفون وهؤلاء لا يفعلون إلا ما يملى عليهم وإلا يستقيلوا. من استقال؟ كم عدد الأشخاص الذين استقالوا من الأمم المتحدة بعد الذي حصل في غزة؟ على أصابع اليد يمكن أن نعدهم. كم جمعية سحبت هذا عضويتها من الأمم المتحدة؟ أنا لم أسمع بأحد، على الأقل تمام بين الجمعيات العربية لم أسمع بأحد. تمام كنت الجمعية الوحيدة التي انسحبت، وقيل لي لماذا تفعلي ذلك؟ نحن محتاجين للأمم المتحدة، ولكن ماذا فعلت لنا الأمم المتحدة؟ ماذا فعلت لهذا العالم الذي يباد؟